زي ما حضراتكم شفتوا التقرير بيقول ان احنا البطوله رقم 22 ان شاء الله بفضل الرباعيه اللي حصلت السنه دي، ان شاء الله لسه في الخماسيه والسداسيه، في بطولات قادمه كثيره جدا جدا خلال الفتره اللي جايه، دائما بفضل جمهور النادي الاهلي، بفضل المجهودات للاعبين وللجهاز الفني ومسانده الاداره وكل الكلام ده كله، ولكن يظل دائما الكلمه اللي انا دائما بقولها وكل الناس عارفاها، ان يظل دائما جمهور النادي الاهلي هو اللي دائما في ظهر فريقه وفي ظهر مجلس ادارته وفي ظهر جمعيته العموميه وفي ظهر اسم النادي الاهلي، وهو الاهم في كل شيء. الحقيقه ضغوط كثيره جدا جدا حصلت خلال الفتره اللي فاتت على لاعبو النادي الاهلي وجهازهم الفني، ولكن في النهايه كانوا على قدر المسؤوليه، كانوا على قدر المسؤوليه عشان السوبر ده بالنسبه لنا بطوله خاصه، وما نقدرش نقول تتويج لمجهود موسم شاق وطويل، لان لسه زي ما حضراتكم شايفين وزي ما حضراتكم بتتفرجوا دايما ان لسه الموسم قدامنا فيه شويه كمان، وبالتالي جمهور النادي الاهلي مستني باقي البطولات وباذن الله الدوري والسوبر المحلي ودوري ابطال افريقيا رقم 10 ان شاء الله، وايضا السوبر الافريقي الثاني.